اهي اهي دي يا ريش. ايه ده اللي خارجه هناك دي؟ ايه بتضحك على ايه؟ هي دي بقى اللي ابوها رئيس محكمه وساكنه على النيل وخلتنا اروح اسال وسطاسه. في ايه يا درويش؟ طب ايدك بقى على الحلاوه. حلاوه ايه؟ انت لسه عملت حاجه؟ ما انا لو قلت لك هتروح عليا الحلاوه. في ايه؟ ما تتكلم يا درويش. دي تبقى ورده بنت سليم النزهي. بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده يا معلمي، سليم النزهي الكشر. استحمله بقى. ماشي. عشان الورد ينسيه العليق. عرفت تخميني بنت الايه؟ ملحوقه يا معلمي. يلا بينا. معلمي انا لفيت السوق كله من اوله لاخره، ما شفتش واحده بجمالها ولا بحلاوتها. مش كده يا ريشه؟ انا كمان اول ما شفتها ندمت على الشباب اللي راح منها. الخوف بقى لخطابها يكتروا وهي في الجامعه. خطاب مين؟ ده انا تقيله وقتها الخطاب. القلق بقى لكون شبطانه في الاعلام، وانت عارف انا بيني وبين الاعلام سد. سد يا معلمي؟ ده انت مدرسه. مش كده؟ بس الخوف بقى لابوها يزرجل. لا ابوها بقى سيبه يا معلمة. ماشي. ايه رايك يا معلم؟ يعني انت عاوزنا نغش فصل الرغيف؟ نسرق الناس يعني؟ ما بقاش غير العيال كمان. عيال؟ لا بقول لك ايه؟ حط لسانك جوه حلقك، انا ما حدش يكلم ابويا كده. يا اسكت، ما تقطعش عيشنا يا ابني. اسكت ازاي يابا؟ انا مسلم العيش بالعدد. العدد في الليمون يا روح ابوك. هادي اللي بيسلم وهادي اللي بيستلم. ناقص والله مش ناقص. بقولك ايه؟ مش هو. بقولك ايه؟ الحمد لله. فاكرينهم غرب وغلابه ولا ايه؟ يعني عاجبك كده يا درويش؟ عاجبني ولا مش عاجبني يا معلم؟ الدقيق مش ناقص والعيش مظبوط، واللي هيعلي عليهم لسانه هقطعه له، واللي هيرفع ايد هخلعها من كتفها. هي ايه؟ مفيش مروءه؟ مفيش انسانيه؟ بينا يا حسين انت وابنك. ايوه بس الشغل. ما بسش الرزق بتاع ربنا. عن اذنك يا معلم. مع السلامه. ايه يا بنتي؟ مالك في حاجة؟ لا مفيش حاجة. مفيش حاجة ازاي؟ مالك انت مسهمة كده وزعلانة؟ في حاجة بنتي لازم؟ لا ابدا ولا حاجة يا بابا. ايه ولا حاجة ازاي؟ وانا مش عارفك، وانا مش ابوك يا بنتي وحاسس بيكي. وبعدين صاحبتك دي بقالك يومين كده ما بتزوريهاش، انت زعلانة معاها ولا ايه؟ لا ابدا مش زعلانين يا بابا. على العموم يا بنتي لو كنتوا زعلانين مع بعض انا مستعد اسلحكم على بعض. لا طيب خلاص لا لا، يكونش كلامك مع عمك اصلا هو اللي مزعلك. لا ابدا يا بابا، بس هو برضو ما كانش يصح يقول الكلام اللي قاله ده، لكن مهما كان ده راجل كبير وانا خلاص نسيت الموضوع ده خالص. والله يا بنتي عمك اصلا ده خايف عليكي زي ما انا خايف عليكي تمام. وعلى العموم يا بنتي لو كان كلامه لسه مزعلك حقك عليا، الناس مالهاش غير الظاهر يا بنتي. انت طيب قوي يا بابا. وانتي انا عايزك ترتاحي. هرتاح بس على شرط. شرط ايه يا بنتي؟ تسيب اللي في ايدك ده وتخليني احضر لك العشاء. انتي ترتاحي وبس. يا بابا سيبني اعمل حاجة. طب ده انا متهيألي اني نسيت الطبيخ. خلاص يا ستي هخليكي تفتكري الطبيخ تاني، ليكي عليا يوم الجمعه الجاي ان شاء الله، مش هاكل غير من ايديك انتي. الايدين الحلوه دي عايزها ترتاح عشان القرايه والكتابه، عشان صاحبتها في يوم من الايام تخش قاعه المحكمه وصوتها يجلجل دفاعا عن الحق. يا لسه بدري قوي يا بابا. بدري ايه؟ بدري من عمرك.
دي كلها السنة دي ويتحقق الحلم وباعتبار ما هو قات. انا مش هناديكي من يوم رايح للبيع استاذة وردة. نص الشقة دي هتعدي اعداد كامل عشان يكون مكتب للاستاذة وردة المحامية. يافطة كبيرة هتتعلق على الباب. الاستاذة وردة المحامية وردة سليم النزهي. عشان كده عايزك تذاكري علشان تحققي الحلم بتاعي وبتاع المرحومة امك الله يرحمها. الله يرحمها. ألف رحمة ونور تنزل عليها بنتي. هو تفتكر ان هي غايبة؟ ابدا دي موجودة معانا شايفانا وسمعانا. بابا بلاش الدموع دي يا بابا. دموع يا عفيدة دي دموع البصر. ادير يا سيدي طردتهم لك. ارتاح. تشكر يا معلم احنا برضو في الخدمة. آه. على فكرة آه. اي كلمة تموين ولا يهمك انا نادرجي وقبل ما يكبسوا عليك هتوصلك الإخبارية. بس بقول لك ايه؟ انت غرضك ايه من طردهم؟ لا ده تكتيك كبير شوية. معلش على اذنك يا معلم اما اروح اطمن عليهم واخد مخدرهم. مع السلامة. السلام عليكم. دي مرمطة. مرمطة وانا مش مستحمل. يا راجل ما تكبرش الحكاية. تروح شغلانة تيجي ألف شغلانة غيرها. لا يا عم درويش لا. ده عايزنا نسرق له. يا ريت. ده مطلعنا احنا الحرامية. هو فاكر ايه؟ ده انا اشتريه هو والفرن بتاعه دي. احنا مش هنزل نفسنا يا حسين عشان الفلوس. انت تشوف شغلانة تكون بتاعتك انت وتبقى سيد نفسك. بقول ايه؟ سيبوها عليا. انا شفت لكم شغلانة جديدة انما ايه؟ سوق. هي صحيح متعبة شوية انما كمان فلوسها كتيرة قوي. مش مهم متعبة ولا مش متعبة. احنا ناس واخدين على الشقة. لا لا, لا يابا لا. انا هشوف شغلانة تنفعني. لا يا ابني الله هتروح فين في السوق. لا يا عم درويش. انا هعرف طريقي كويس. لا خليك في ظهر ابوك وحتشوفه. انا كلمت لكم المعلم السنهوري. المعلم السنهوري ما يرفض ليش طلب ابدا. ام يا احمد اخوي الناول. شد حيلك يا عم حسينك. ايوه يا معلم. حيلك يا اخويا. حاضر يا اخويا. لما يا ولد بطلك يا يلا تردري. وقفت ليه يا اخويا؟ عايز اخد بالك يا ابني. خد بالك يا ابني. ربنا يعوننا ان شاء الله. الله 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 ما تحاسب يا ابني. ما تفتح. انت مش شايف تحت رجليك؟ انا برضه اللي افتح ولا انت اللي كنت هتزقني توقع الموني؟ بعد هجمه رجاله. هتلحق العين؟ كله عديت على السجاله ولا ايه؟ خد بالك يا ابني. يا معلم هو اللي كان هيوقعني. اطلع يا ابني. اطلع يا ابني. خد بالك يا ابني. خد بالك يا ابني وانت نازل. اطلع يا حبيبي. خد منه يا ابني ساعده. طب انا يا حسين انت ولدك. مدين لك يا عم اول يوم. طب من كده هنعمل ايه يعني؟ اشتغلك خد. امال يعني انت شايفنا بنلعب ولا بنلعب؟ ما يا سيدي هو شغلنا كده. اشتغل الله يخليك. طيب يا اخويا. ايه الاخبار يا حسين؟ الحمد لله على كل حال. سيبك منه بقى يا عم. الراجل عمل ايه؟ ما عملش حاجه بيساعدنا كتر خيره. اهلا يا درويش. انا وصيت عليك المعالي. ربنا يكرمك ويجبر بخاطرك. اقعد ده كلك لقمه. انا كلت بس برضه جبر الزاد واجب. بسم الله. عايزكم تبيضوا وشي. المعلم ده راجل مفتري. طالعين من الصبع على السقاله طالعين نازلين وهو ناقص يعني يركب حاجه في رجلاني. معلش خليك جامد امال. معلش شباب بقى. اللي اقول يا استاذ درويش. خير. عمليه المقاولات دي تحتاج ايه يعني؟ تحتاج ايه ازاي يعني؟ رسمالها يعني. لا محتاجه كتير. عدة الشغل والخشب اللي بيشدوا عليها الخرسانة والقمة الحديد. يعني قد ايه كده؟ انت معاك كام؟ لا انا بسأل بس. الله ما معكش رسمال وبتسأل بس. ايوه بس ما هو المعرفة حلوة. اه المعرفة. شوف يا سيدي اللي ما تعرفوش ما تشتغلش فيه. هتتعب وهتحتار. مش مهم العدة والفلوس. المهم انها تكون شغلانتك. طيب بقى انا اعمل ايه بقى اذا كنت معرفش غير شغلانه الفلاحه؟
تشوف واحد يكون بيفهم وتشاركه. عبا عبا كفانا بقى مشاكل يابا. يعني مش هنشارك حد. استنى امال يا جهاد ايه في بس؟ مفيش حاجه، ابويا بس يعني قصده يتحدد وياك ويعرف يعني. يعرف وبس. ايه امال يعني انت كنت فاكر ان انا معايا الوفات؟ الحمد لله على الست. الست؟ طب يا اخويا ربنا يسترها معاك. امسك يا اخويا امسك. يا حسين انت ولد، اشوفك بالليل يا درويش. خلص يا اخويا ساعة الراحة خلص الصلاة. ايوه حاضر يا معلم. يلا هم يا جاد. يلا جاه يا ابا لسه كنا يا ابا. يلا نشوف شغلنا امال نبقى ناكل بعدين. دي يلا. ايه اتفضل يا ابا. تعبت يا وطني. صحيح يا اولاد، من خرج من داره اتقل مقداره. يابا زي ما قلت لك كده، سيبني اشوف لك محل بتمن معقول، والبيع والشري ما هوش عايز علام، غايته نتقنى في اللي احنا بنشتريه، وشويه شويه هنعرف السوق. خايف يا جاد. خايف من ايه بس يابا؟ خايف من ايه؟ اللي ملوش قلب ملوش رزق. والله ما زعلانه لحرككم دي يا حسين. بس انا بقول يعني اهو نستنى شويه ونشتغل اي شغلانه في السوق لحد ما نعرف السوق ماشي ازاي. واهو درويش مش مخلي من جهده جهده بيساعدني. درويش ايه يابا؟ درويش ايه يابا؟ بس ما تقصنيش، انا مش مستريح لدرويش دي. اللهم لا اعتراض. هو يا ابني زعلك في حاجه؟ جد عنده حق يا حسين، حي الراجل ما عملناش حاجه، لكن خلينا في حالنا. ما احنا في حالنا يا وطني. الله الراجل بيساعدني. ده دخل في الخناقة زي الغول، حش عني وعنك كأننا اخواته. يابا الراجل ده مش مريحني، مش مريحني. يا ابني يا حبيبي، ان بعض الظن اسم. هو يعرف ان معانا حاجة؟ لا لا يابا. لمحت لمراته بحاجة يا وطنية؟ ده معقول يا حسين؟ خلاص يبقى الدار امان، سيبوني انام بقى. دي يابا. يعني الله 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 الله. ايه ده؟ ما شايفش عاد؟ اعمى عين واعمى قلب كمان. انت ايه حكايتك يا جدعان؟ في الطلعه وفي النازله عمال تزقني عشان تقع المونه. انت حد مسلطك علي؟ ودرت المونه يخرب مطنك. هي المونه دي ببلاش؟ ده مال يا ناس وله صاحب. قول له يفتح يا معلم. انت اللي مش شايف تحت رجليك، طب اتفتح. هتستهبل ولا مخبل انت يا؟ بقول لك ايه يا معلم، اوعى تغلط في ابويا. غور يا ولد من قدامي، هلاقيها منك ولا من فوق. جات جات ايه على جات؟ ايه خلاص يا معلم خلاص. احب على راسك، حقك علي. غور قبر اللي ما بيحبش. خلاص ايه على الماه. كفايه كفايه بقى شقه يابا. بقول لك ايه، لما نعرف راسنا من رجلينا يبقى نطلع الفلوس. فلوس لو ضاعت روح تضيع معاها. ومين قالك بس اللي هي هتضيع؟ وبعدها لك بقى يا حسين كلام كلام طول النهار والشغل ما فيش. خلاص خلاص يا معلم، حقك عليا هنشتغل. طب اصحالي بقى يا اخوي، بكره الفجريه قبل العمال بساعتين هتيجي هنا انت وولدك، هترش السقف. الشغل الشغل يا ابوي، أبي الصبحيه الاقي السقف مرشوش بالقرطوس. الفجريه يا معلم؟ يا اخوي الفجريه، واني معاك قبطوش ولا ايه؟ ده دور يا اخوي، هيلف على العمال كلاتهم والدور هيجي عليكم وعبدي بيكم. عندك مانع؟ حاضر حاضر يا معلم، من الفجريه هنيجي نرش السقف. ضجعت عليا اليوم طول النهار مزلوقه قصاد الدكان. ياه تبقى الوزاره تعطلت. الولاد هيلعبوا ازاي من غيري؟ اوعدك اني هعوض لك اليوم ده بيوم تاني. قولي لي شفت حد؟ ما شفتش اصلا. الدنيا طلعني. يلا بينا يا بنتي. يلا يلا حبيبتي. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يلا. ايوه خد بقى الخرسانه، مش هتشد. لا دي هتبقى بلوزه. ما بترشوها ليه؟ نرشها لما تشد، انما وهي طريه خطر نرشها.
100 جنيه لحالهم حلال عليك. قليله دهش. قليله ايه؟ انت عملت ايه غير انك فتحت الميه؟ طب انت حلمك تنطردهم ايه؟ وغير ده كله دول هيقعوا في مصيبه كبيره قوي مع المعلم. هما زعلوك في حاجه؟ لا، ده تكتيك كبير قوي. المهم انت شاغل نفسك بال 100 جنيه وهي ساعة، ما تنساش تروح الغرزه. ده بلاش الغرزه دي. شش، ما تخافش، سرك كبير. ولا مؤاخذه يا بنتي، في شاب بره بيسال عليكي كده، شاب صغير. مين يا بابا؟ باين عليه ابن ناس كده، بيقول اسمه وائل. ايه؟ بتقول وائل؟ معقوله؟ معقوله؟ ايه الشعفه اللي انت فيها يعني؟ طب خليه يتفضل يا بابا، خليه يتفضل. مش بقول لك في حاجه انت مخبيها عني ومش عايزه تقوليها. ايه هو انت هتقف تتكلم؟ روح اقعد معاه لغايه ما اغير هدومي واجيلك. يا اهلا وسهلا يا ابني، يا اهلا وسهلا، انت شرفتنا شرفتنا، اتفضل. حضرتك ترتاح وانا هستعجل لك ورده. ثانيه واحده. اتفضل. يا ورده، يا ورده. ايوه يا بابا. اهلا يا وائل. اهلا اهلا، اتفضل. انا اسف اني اضطريت اني اجي. اضطريت ازاي يعني؟ اصل حياه اصرت ان انا اجي بنفسي عشان اجيب الشنطه دي. شنطة ايه يا ابني؟ فهمونا ايه الحكاية. والله دي حاجة ما بينها وما بين صاحبتها. انا لازم امشي دلوقتي. الله، وده يصح كده يا ابني؟ معلش. لا قهوة ولا شاي، مش معقول كده يا ابني. الف شكر. طب يا ابني براحتك. ايه الفساتين دي؟ فساتين جميله. بعتلي هدومها القديمه عشان تذلني. اتجوزت وائل، كانت غلطه واعترف بيها، واللي في الشنطه انا مش محتاجاه لاني مسافره لندن بكره الصبح عشان اقضي شهر العسل، وعشان تفتكريني وانتي صاحبه العمر انا بعتلك جزء من هدومي القديمه. ايه هذا يا بنتي؟ الجواب ده كان فيه ايه؟ ما فيهوش حاجه يا بابا. ولما ما فيهوش حاجه قطعتيه ليه؟ خلاص بقى يا بابا، جوابه قطعته. جوابه قطعتيه؟ مش بقولك انت مخبيه عني حاجه مش عايزه تقوليها؟ تصبحي على خير. وانت من اهلك؟ نامي. حاضر. شوفي بقى، انا ما اعرفش انام الا في الضلمه. وانا بخاف. تخافي من ايه بس؟ ما اعرفش، بخاف وخلاص. لما ما تعرفيش بتخافي من حاجه ما تعرفيهاش؟ احكي لي حكايه. انت دماغك مصفحه. جدتي كانت بتحكي لي حكايات. جدتك بتعرف، انا ما بعرفش اي حكايه اصلا. نسيت كل الحكايات؟ افتكر. حاضر يا ستي. كان في مره فار سكن جنب قط. ويسكن جنبه ليه؟ عندك مانع انه يسكن جنب؟ لا ما عنديش. طب بتقطعيني ليه؟ لان القط ممكن ياكل فار. ما ياكل. يبقى فار ما عندوش عقل، يسكن جنبه ليه؟ عشان ما فيش شق غير الشق اللي هو ساكن فيه جنبه ده. ارتحتي؟ كمل يا اصلان. الفار راح يسأل القط ويقول له انت ليه؟ يا سلام، هو الفار بيتكلم. ما هو ما كانش الفار سكن جنب القط ويعرف يتكلم يبقى ما فيش حكاية. انا عارف انت من جيل يفهم كل حاجة. صباح على خير. ايه، مش هنكمل الحدوتة؟ مش عاجبني الكلام. Thank you.
البيت بقى له 20 سنه ما حدش سمع فيه صوت. انت نايم للظهر يا اصلان؟ قمت صليت الفجر، حاولت انام تاني ما قدرتش. طول الليل تقولي لي احكي لي حكايات، احكي لي حكايات، حكيت لك حكايات، ما عجبكيش ولا حاجه. عن اذنك. لعفين. مش عاجبني الكلام. مش عاجبني الكلام، مش عاجبني الكلام، ايه علقتي على كده ولا ايه؟ اتفضل. ايه ده؟ جواب من احمد ابني؟ حد يلافيني عجلة ويفكر معاي سقف طري تتساب عليه المية كيف لحد ما يشجر. والله يا معلم احنا جينا لقيناه غرقان بالمية. مين اللي صالح يودر اللي شجينا فيه طول النهار؟ ما كفكوش، ما عارفينش تشتكوا، وكمان عايزين تخربوا بيتي. جرايح يا معلم، انا انت عامل غاغ عليه، احنا جينا لقينا السقف كده، وبعدين يعني انت بتزعل ابويا ليه؟ الله شوف ايه اللي عملها فيك. عملها فيك؟ هيكون من غياركم. ابطل، مين وزكم تخربوا بس؟ بايدك على ابويا. جاك مالكش صالح انت. والله يا معلم جينا لقينا السقف غرقان بالميه. انا ما سايبوش وما سايبكش انت التاني اللي في الجسم. انا شجايا ما عيبهاش واصل يا عالم، ده دول خرسانه كلها كبار، هغرموا في رقبتي يا عالم. خربت بيت الله يخرب بيوتكم، اجيبك منين؟ اجفتكم منين؟ هي كلمه واحده يا معلم، اللي هيقرب ناحيه ابويا حبيب عجله تحت رجلي. يا جد مالكش دعوه انت، ما تضيعش نفسك. اللي هيمسك يابا هجيب دماغه نصين. خبركم ايه يا رجاله؟ واقفين تتفرجوا وهتفرجوني عنه كمان؟ ايه خلاص خايفين من عيل؟ هموا عليه قطعوه بطيخ. اللي هيقرب منهم هتذبحه. هتكون مين انت؟ هعرفك انا مين يا مقاول الغبره. جراله هما ايه؟ وقعوا وسط عالم وحوش؟ فاكر مفيش حد هيحميهم؟ دقوا رقبته يا رجاله. يدقوا رقبه مين؟ ولا تبين عليك جاي من بلدك عايم على بلاص. فوق وشوف اتكلم مين. يالا انا درويش المرسي، اسال عليا قبل ما تضيع نفسك. باي، ما جه عاجبك اللي عملوه ده؟ انا ماليش دعوه باللي عملوه، انا ليا دعوه باللي انتوا كنتوا عايزين تعملوه، كنتوا عايزين تضربوا فيهم. يا عم انا ماليش صالح بيهم عاد، انا عايز تبن السقف. انت تخرس خالص بدل ما اوقع لك سقف عالك، فاهم؟ يلا حسين، يلا داد، والراجل فيك وقرب لهم. يخرب مطرك. تعالي يا ست الكل، اقعدي هنا وشاوري لي على اي حد تكوني شفتيه مع جدتك. ها؟ كل يوم. ما هو مفيش حل غير كده يا زينة. ليه كده يا حبيبتي؟ ليه كده يا حبيبتي؟ مش عاجباني القعده. طب علشان خاطر بابا اصلا. ايوه انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه، لكن زي ما قلت لك كده صدقني انا ما عملتهاش. ايوه تبقى تحاسب وانت بترش السقف يا حسين، ده مال ناس. انا رحت لقيته غرقان. يروح يدور على حد بيكرهه ولا ليه عنده طار وعملها فيه بالعين ده؟ يا اخوانا انا كويس ان خلصتكم من ايديهم، بس الراجل برضو صاحب حق. اني هدفع له تمن السقف. ازاي تدفع تمن غلطه انت ما عملتهاش يا حسين؟ او جمله الايام السوداء اللي احنا شايفينه، بجمله العذاب والظلم اللي احنا بندوقه، اعمل ايه؟ ما تدفعش ولا مليم يا عبا. ايوه صح، ما تدفعش ولا مليم. انت عارف تمن الخرسانه دي كام يا حسين؟ مهما يكون تمنها هدفع، العمال مش هيقبضوا ولا مليم، وحرام ابيت ولادهم جعانين ولو يوم واحد. بس مش انت السبب يا حسين. مهما يكون حدفع يا وطنيه يعني حدفع. وانت معاك تدفع؟ ايه؟ هستلف. تستلف ايه يا راجل؟ ده مبلغ كبير. ان شاء الله حتى ابيع الصيغه بتاعت وطنيه. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ تبيع صيغه مراتك علشان تهمه بالزور؟ اعمل ايه؟ ما انا مش عايز مشاكل، وده راجل مفتري مش هيسيبنا في حالنا. ما تخافش يابا، ما تخافش، ده انا كنت هعجنه. جدع ده جد. ايوه يا حسين، انا رقبتي بقى بفداك، واللي يقرب لك يبقى يشتري دماغه. الله يسترها معاك يا سي درويش، مش عارفين من غيرك كنا عملنا ايه. ليه كده بس يا ربي؟ كل ما تروحوا شغلانه ترجعوا لنا بمصيبه. كفايه يا سي حسين، اقعدوا من الشغل لغايه ما ربنا يفرجها.
كلامي ده بس يا ست وطنيه؟ ما هي الدنيا مليانه مشاكل ومفيش شغلانه بتخلى من وجع الدماغ. سيبوها عليا. لا هنسيبها على الله. جدع جدع يا جدع جدع قوي. ونعم بالله فعلا سيبوها على الله. سلام. سلام ورحمة الله وبركاته. بالسلامة يا أخوي. ده نحس إيه ده يا ربي؟ اللهم الاعتراض. الشغل في مصر بالشكل دي ديابة وتاكل بعضيه. ده حتى الديابة ما بتعملش كده يا ناس. مش جاي لي نوم يا ميمونة. اتهد ونام بقى يا درويش. أنا تأكدت إن معاهم فلوس فوق بعض قد كده. أيوة ده كان عايز يدفع تمن دور خرسانة بحاله. ده لو ما معوش فلوس لو كانوا قطعوا من جتته حتت ما كانش نطقها. طب وإيه آخرتها؟ آخرتها آخرتها الفلوس تبقى فلوسنا في إيدينا. لو بقت الفلوس في إيديك هتضيعها يا نور عينيا. وأنا ضيعت إيه قبل كده؟ بالك يا ميمونة لو الفلوس في ايدينا هتبقى راسي براس المعلم توفيق الابيض. وهخش الصادف مزادات واكسبها وهعدي والجدع يحصرني. والزلعة اتكسرت. زلعت ايه يا وليه؟ واحد قاعد يحلم 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 وفي الاخر الزلعة اتكسرت. نام يا اخويا نام. ولما تبقى توصل للفلوس ابقى احلم على كيفك. اللي بيوصل للفلوس ما بيحلمش بينفذ. ايه ده؟ ايه الخبط ده؟ مين اللي بيخبط؟ خبط برجله؟ ايه ده؟ لمؤاخذة. ايه يا درويش؟ لمؤاخذة اصلي شايل مش عارف اضرب الجرس. مؤاخذة ايه؟ احط الحاجات دي فين؟ حاجات ايه يا درويش؟ حاجات ايه يا درويش؟ روح قول لمعلمك عيب. عيب لو حد قال لكم ان السيم النزه هيبقى ياخد رشوة يبقى اللي ده اللي معلمك على السكه دي بيورطه. رشوه ايه بس يا سليم افندي؟ على دي موده. موده؟ مفيش بيني وبينكم من موده. مفيش بيني وبينكم من عشم اللي يجوا بالموده والزياره بالهدايا. لا ما هو المعلم بيركي الخنزيره وطالع على طول. خنزيره؟ سلام عليكم يا سليم افندي. عليكم السلام. عليكم السلام. اسمع معلم توفيق. نعم. انت دخلت بيتي دخله غلط. ولا هعمل نفسي لا شايف ولا سامع. انت تاخد واجب الضيافه. تاخد الحاجات اللي انت جايبها واللي جاي معاك وتتكلوا بالسلامه. فاكرنا جايبين له رشوه يا معلمي؟ تصور. اسلم افندي احنا جايين نسلم عليك ونقعد معاك خمسه نتكلم فيهم كلمتين. وبدلنا تسيء الظن بينا اسمعنا الاول. ولما تسمعنا وتلاقي الحاجات دي ما تلزمكش يبقى فيها كلام تاني. عايز ايه؟ انا جاي بخصوص ورده. ورده؟ وردة مين؟ وردة مين؟ لا إله إلا الله. وفي كم وردة في الدنيا؟ هي وردة واحدة. قصدك الأستاذة وردة؟ هي خلاص بقت أستاذة؟ هتبقى أستاذة. وماله؟ تبقى ميت أستاذة. المعلم طالب القرب. القرب من مين إن شاء الله؟ الله جرى أسلم أفندي أنت عندك كم بنت؟ أيوة بس أنت ما عندكش ابن يناسبها ولا حتى قريب. لا قريب ايه وابن ايه؟ المعلم طالب القرب لنفسه. ها قلت يا ابو نسب؟ قلت ايه؟ قلت اللي اختشوا ماتوا يا توفيق ابيض. اللي اختشوا ماتوا صحيح. يا راجل يا راجل عيب. ده انا لسه من قيمه يومين مسلمك الاعلام بتاع طبيقتك. عايز اقول ايه يا راجل؟ عايز اوافق اقول لك ايوه علشان في يوم من الايام اجي بنفسي اسلمك اعلام من بنتي بتطلب بحقها. وبعدين انت فين وهي فين يا راجل؟ يا راجل اختشيت انت اكبر مني. كفايه الله كفايه يا سليم. جرى يا درويش؟ ده انت صورتك متعلقه في كل الاقسام اللي انا بروحها. صحيفه سوابقك متعلقه في الداخليه بيدرسوا عليها الاجرام. ما تخلينيش هكتر معاك. ما تخلينيش هفكرك بالبرش اللي بتنام عليه. انا اتهزقت يا معلمي. اتهزقتش ايه ولا حاجه؟ ما انت مسخره. وانت يا سليم افندي الله ما تقول لا من الاول وفضها سيره. مش اي لا يا توفيق يا ابيض. مش اي لا. انا صعبان عليا نفسي صعبان عليا بنتي اللي بيتهيألك ان بفلوسك ممكن تطول ضفر من ضوافر الاستاذ. لا ده انت غلطان.
والغلط لازم له رد، والرد نوع من العلام، والعلام نوع من الادب. ناقصك يا توفيق ابيض. احلق شنب اللي ما خليتك تندر على الكلام ده. كل شنب وليه مقص يا توفيق. يلا درويش. ايوه يلا. ربي شنبي لو خدتها. استنى خد دول معاك. وانت وسفراخ وبط ده انت تاكل بيضه بالعافيه. خد دول اربعات. خد ناس ما عندهاش لا خشه ولا ادب ولا لات الحياه، ولا كانك سمعتي ولا شفتي اي حاجه يا ارده يا بنتي. دول ما يستاهلوش منك اي تفكير. انت تخلي بالك من مذاكرتك يا استاذ، خلي بالك من مستقبلك. دول ما يستاهلوش مجرد التفكير في اللي حصل. ما تزعلش نفسك يا بابا. محتاجه فيامك هتعمل ايه يا ريشه؟ لا يا معلمي، الراجل ده لازم يتربى. وانا مش هربيه يا ريشه. ايه ده؟ امال هتسيبه؟ انا لا هربيه ولا هسيبه، انا هتجوز بنته. مدرسه طول عمرك مدرسه يا معلمي. الف مبروك، وسيب عليا انا بقى التكتيك، انا اللي هقوم بيه. بس سمعنا حاجه في الراديو الانتيكه ده يا معلمي. والناس مأمان، بكوات بهوات وأفنديات، غير الأفوات غير الألاطيش يا أبو الترابيش. صابونة وليفة ويبان شكلك وانت نظيفة، واديلك تعريفة بقشيش يا ابو الترابيش ان شاء الله تعيش. ان شاء الله تعيش، دربوشك اجمل من وقت، ان شاء الله تعيش.
الله العلي العظيم يا ربي من كل ذنب عظيم. يا ساتر ايدي. انسى بقى يا بابا، واحد وعقله هيقله كده تزعل نفسك ليه؟ انا زعلان على موازين الدنيا اللي اتقلبت، اللي مالت من ناحيه واحده. الناس دي من كتر ما اشترت بيتهيأ لهم انه ممكن يشتروا اي حاجه. واحد زي توفيق الابيض ده اللي تشتهيه اشتريه بفلوسه، عايز يشتري كل حاجه حتى الاستاذه ورده بتستيب النزهه. ايه يعني بالنسبه له استيب النزهه ده؟ انت احسن واحد في الدنيا يا بابا. والله يا بنتي انا ممكن اشتري نص الشارع اللي احنا ساكنين فيه ده. كل يوم كل يوم الناس تقول لي انت ماسك شغلانه دهب نهر فلوس، لان هم نظرهم قصير، ناس مغفلين. هو بنفسه توفيق الابيض عرض عليا رشوه، مش هو بس، كل يوم اتعرض لنفس الموقف. لكن لا لا، انا بص للحرام سليم النزهي يبيع الباقي بالفاني. شوف يا بابا، انت طول عمرك بتفكر كويس وعودتني على الصراحة في كل الامور. الموقف اللي حصل ده ليه اسباب، وبدل ما نزعل نفسنا ونقول ليه الناس اخلاقها اتغيرت، المفروض احنا اللي نغير طريقة تفكيرنا ونقول ليه الناس ظنوا بينا احنا كده. انا مش فاهم. توفيق الابيض جاي وفاهم انه بيتفضل علينا بالزيارة وان دخلته تشرف اي بيت، ولو كان شاكك لحظة واحدة في انه هيترفض او هيتعرض للموقف المهين ده ما كانش جه. انت بتقولي ايه؟ والدليل على كده انه ما مهدش لدخوله البيت. المفروض ان دايما العرسان بيحاولوا يجسوا نبض العروسة واهلها قبل ما يتقدموا، عشان خايفين لا تنجرح كرامتهم بالرفض. لكن الواثق المتأكد من نفسه بيدخل البيت من غير سابق معاد، وهو ده اللي عمله توفيق الابيض. الله، وانت تسمي توفيق الابيض ده عريس يا استاذه؟ من وجهه نظره هو عريس، ونقطه كمان، والف مين تتمناه؟ عنده الوكالات بالملايين وعربيات اخر موديل، وممكن يحقق لكل بنت حلمها من غير ما يفكر لحظه واحده. لكن كل ده بالنسبه له نسريات تمن سعادته. الله 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 الله، انت عارفه عنه كل حاجه يا استاذه. انا مش صغيره يا بابا، وارجوك ما تفهمنيش غلط، انا عايز اوصل لنقطه واحده بس، هو ان احنا السبب في اللي حصل. احنا السبب؟ احنا السبب في انه جه يتجرأ ويطلب ايد واحده ما يطولش ضفرها ولا في الحلم، ومخطوبه كمان. هقول لك السبب بس من غير ما تزعل. اتفضلي يا ستي قولي لي السبب ومش هزعل. مظهرك يا بابا، مظهرك لازم يتغير. البلطو الاصفر الكالح ده لازم تغيره. بدلتك اللي جوه دي ادمت قوي. مشيتك الغلبانه المستكينه ما تنفعش. ليه عندك كل الناس بهوات وبشوات، مع انك حقاني في شغلك ومفيش حد لاوي دراعك؟ ليه كل واحد تقول له يا بيه ويا باشا؟ وليه بتوطي ظهرك لما بتيجي تسلم على حد وعينك في الارض؟ ليه يا بابا؟ افهم ليه. ليه؟ استني 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 قبل ما تكملي كلامك، انا عايز افهم حاجه واحده بس. كل الكلام اللي انت بتقوليه ده انا هسمعه وهرد عليه، بس في حاجه في قلبي انا حاسس بيها. عارفاها يا بابا؟ لا لا، ما افتكرش انك عارفاها. هتسالني اذا كان عندي الاستعداد اني اوافق على توفيق الابيض ولا لا. اطمن يا بابا، انا مش هتجوز توفيق الابيض، ومش عشان مخطوبه. آه. طيب يا ورده كملي. انت وعدتني انك مش هتزعل، لكن انا عارفه ومتاكده انك هتزعل. في صوره انت بتعتز بيها قوي، لازم اوريها لك. الصوره اهي، يوم ما كنت بتدي هديه لرئيس المحكمه الكليه يوم ما خرج على المعاش. لو جبت اي حد ان شاء الله عيل صغير من الوقفه من نظره العين هيقول مين المحضر ومين رئيس المحكمه، مع انك انت اللي بتديله الهديه ومن فلوسك الخاصه. الله، طب وايه دخل ده في توفيق الابيض؟ طبعا يا بابا، الراجل الغلبان المسكين فقير الحال والتصرفات، مستحيل هيرفض توفيق الابيض. هو ده تفكير توفيق يوم ما دخل البيت ويوم ما فكر انه يتجوزني رغم اني مخطوبه. الله 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 الله، هايل يا استاذ هايل.
والله لك حق تفكري بالمنطق ده، لكن انت نسيتي حاجه يا استاذه. نسيتي ان انا ما بغيرش البلطو الاصفر ولا البدله الكالحه علشان حضرتك تلبسي فستان نظيف. ده اللي نسيتيه. نسيتي ان انا بلبس الجزمه المقطعه اللي اتقطعت من المشاوير اللي بدبها على رجلي عشان حضرتك تلبسي جزمه نظيفه تروحي بيها الكليه. نسيتي ان انا بركب المواصلات والعجله اللي قطعت نفسي في المشاوير عشان حضرتك تركبي تاكس وتروحي من غير ما تتبهدلي في المواصلات. بقول للناس يا بيه ويا باشا، بقول لهم يا بيه ويا باشا لان انا راجل مؤدب مش راجل ضعيف، عشان انا راجل مؤدب والادب فضلوه على العلم. الادب من حسن الاخلاق يا ستك، الادب من حسن الاخلاق.